انا يا جماعه قبل ما ابدا الكلام، الحقيقه انا بستمتع جدا لما بشوف كره قدم في اي مكان في العالم. اتفرج على كره قدم استمتع، انبسط في اي حته، في اي زاويه، في اي بلد، في اي خندق، في اي مكان. كل هذه المتعه متواجده في مكان واحد، في الدوري الاقوى والاحسن في هذا التوقيت، الدوري المغربي الممتاز والمنافسة الأكثر من رائعة. السيمفونية والمتعة مستمرة حتى الأسابيع الأخيرة، وكأن المتعة مستخسرة إنها تنتهي بدري، وكأن الإثارة بتقول لنا يا واش يا واش وشوية صبر، الموضوع وعر بالزاف، اصبروا حتى الأسابيع الأخيرة. ما هو كأنه عرض مسرحي كارنفال يرفض إن هو ينتهي بدري وهيكمل معانا لحد آخر أسبوعين. فاضل أسبوعين في الدوري المغربي والدوري المغربي ينتهي، فاضل أسبوعين وتنتهي بغصب عننا. يكتفي فريق الوداد في المباراة القادمة بالتعادل، لعاية التعادل او مكسب الموضوع انتهى، لان الفارق 6 نقاط، فيكفيه تعادل الماتش الجاي او مكسب. ولكن يحسب لفريق الرجاء في رغم الظروف الصعبة اللي هو فيها، ويحسب ليكم انتوا الاثنين يا وداد ويا رجاء ان عندكم دوري محترم ودوري قوي، ولكن يحسب لفريق الرجاء تحديدا ان هو رغم مشاكل في المكتب، لعيبة من السوبر موجودة، غيابات كثيرة جدا، وما زال يعافر ويحاول ويثبت وجوده، فله كل التحية وله كل الدعم ايضا كفريق عربي محترم جدا واعد. يحسب ليه فريق الرجاء وجماهيره التشبث والمنافسة في ظروف صعبة، ويحسب لفريق الوداد على الناحية التانية ايضا ان هو يمتلك رجال كبار جدا معهم مدير فني قوي جدا وليد الرجراجي، وارادوا الجمع ما بين جميع البطولات، ياخد الدوري وياخد افريقيا، هو عايز الاثنين. فما بين الاصرار والاراده وما بين الظروف، الرجاء مش في احسن حال. تحيه للرجاء وجماهير الرجاء، ليعلم الجميع ان احنا نقف على مسافه واحده مع الجميع. تحيه لاجتهادكم وتحيه لمحاولتكم، حاولت الموسم دوت حتى لو الظروف مش ساعدتك، ولكن لابد ان تحيه ان انت اخرت الاحتفال حتى الاسبوع ما قبل الاخير. لحد الاسبوع قبل الاخير انت منافس وموجود، فافتخروا بفريقكم وما تزعلوش. رجاله وليد الرجراجي، رجاله الوداد اللي نزلوا باللافتة النهاردة، أفراح طبنا على أنقاض الشدائد، يثبتوا أنهم رجال ويثبتوا أنهم يريدون كل شيء، هم عايزين كل حاجة. فتحية كبيرة أيضا لرجال فريق الوداد، تحية عظيمة جدا على هذا الأداء الرجولي اللي صنعه وليد الرجراجي مع هذا الجيل الرائع جدا من اللاعبين اللي اثبتوا ان هم زعماء هذا الموسم للكره المغربيه بلا اي منازع. انا استمتعت جدا بالجماهير في كل الملاعب، واستمتعت بشكل رائع جدا في مباراه الوداد بالتابلو الرائع جدا من جماهير فريق الوداد. ما بين ديما رجاء وديما وداد زي عندنا في مصر، اهلاوي وزملكاوي، الاثنين حلوين، الاثنين طعمين، الاثنين هم كبار الكره المغربيه زي ما عندنا اهلي وزمالك كبار الكره المصريه، وكلها في الاخر المتعه والاثاره. تحياتي لكم جميعا اعزائي المتابعين من الكره المغربيه، عزاز جدا على قلبي. تنتهي يعني رويدا رويدا هذه البطولة الرائعة اللي جمعتنا على حب بطولة الدوري المغربي اللي كان ليا شرف متابعتها في أسابيعها الحاسمة، واتمنى استمراري معكم بإذن الله في قادم المواعيد، وهنكون أكيد إن شاء الله بأمر الله بدون مقاطعة في المباراة القادمة بإذن الله نحسم البطولة. جماهير الماس أمتعتنا، جماهير يعني الوداد وجماهير الجيش الملكي وجماهير الرجاء وحتى الفرق اللي بتنافس تحته وبصارع الهبوط، كل الجماهير يا جماعة تقدم ملحمة رائعة جدا في الكرة المغربية لتخرج دوري رائع جدا وقوي يمتع جميع العرب. تحياتي ليكم، اتمنى اكون خفيف على قلبكم، واتمنى اللايف ده يصل لكل مكان. مليون مبروك لكل الكره المغربيه، مش هبارك لحد واحد النهارده، لا الوداد لوحده ولا الرجاء لوحده على هذه المنافسه، ولكن ابارك للجميع على هذا الشكل الرائع جدا اللي ينقصها بعض الاشياء البسيطه جدا، يعني ما بين الاخطاء التحكيميه تخف اكيد على الكل، يكون في عداله تحكيميه، وايضا في بعض المعلقين لتستمر المتعه والاثاره، ويصبح الدوري المغربي من الدورات المصنفه بشكل كبير لانه يستحق ذلك وعنده كل الادوات اللي تساعد يكون الدور العربي رقم واحد. اشكركم، اشوفكم على خير، تحياتي ليكم، اسلام علوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.